جانب اللاعب اوريسيما. اوريسيما يعمل المراوغه، يرفع كوره بيد الكيفيه، اعتقد الجميع بين الهجمه انتهت، ولكن هنا يلحق عليها اللاعب مابوا. المتابعه رائعه رائعه رائعه. اولادابو حطها في الزاويه البعيده، يا سلام. اولادابو حطها في الزاويه البعيده، يا سلام. هاي الاعاده، هاي الاعاده مره اخرى. اولادابو باليسرى حطها في اقصى الركن الايسر.